إلا على متعة الجماهير، ما عندوش حاجة غير كده، ما عندوش حاجة غير كده. عشان كده الجماهير بتعشقه، عشان الجماهير بتتغنى بيه. الجماهير عشقة اللعيبة وعشقة الدنيا، و الأغاني نفسي أقولها لك، جمهور كريم، جمهور عظيم، النادي الأهلي. الواحد بقى ما كانش بيسمع الحاجات دي، خدت بالك؟ لما واكبت الأزمنة مع الإعلانات مع الدخلات مع الدنيا كلها، خلاص ما هو لعيب حتى العالم كله بقى بيتفرج على نادي القرن. لعيبه هو في النادي في خلال اخر 4 سنين، قال لك الاناشيد اللي بتغنيها الجماهير تحديدا من الثالثه شمال، دي من اهم واعظم الاغاني اللي انا بسمعها في الملعب، وبتفرق يعني معايا. انت عارف اقول لك على بلد اسمها مارسيليا، دول الجمهور ده بيفكرني بجمهور نادي الاهلي، النادي الاهلي بيفكرني بجمهور هذا الجمهور، جمهور عاشق لمارسيليا دي، بيعملوا دخلات وبيعملوا شكل وبيعملوا حاجات. مظبوط. النادي الاهلي ده قاهر ريال مدريد، قاهر بايرن ميونخ، كويس؟ لعب ضد برشلونه وكمان حقق، يمكن كان في المقاويه لو تفتكر، بس برشلونه كانت ميسي، فاكر الماتش ده في 2007 فرقه جامده قوي. لا كانوا اربعه باين، غلبنا اربعه، وروما واياكس، لعب روما وكسب اياكس لسه قريب. النادي ده قاهر عالميه.